رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب بباب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره. قلنا أن المؤلف رحمه الله اقتطع هذا الكتاب وكأن هذا الكتاب قطع من صحيح البخاري، لم يذكر مقدم اقتداء بالبخاري. البخاري رحمه الله أمير المؤمنين لله دره، ختم بأي كتاب؟ كتاب الصحيح. بأي كتاب؟ نعم، كيف يختم بكتاب التوحيد؟ اخواني كيف يختم بكتاب التوحيد؟ هذا معناه ان التوحيد عند البخاري اخر باب؟ نعم، او باب. يقول بدا بكتاب التوحيد، بدا الوحي، بدا الوحي بما؟ بالتوحيد. نعم، اقرا باسم ربك الذي خلق. يقول بدا البخاري بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا ان الله سبحانه وتعالى يختم له ولي ولكم بالتوحيد، امين. تفاؤلا صح، ومن كان اخر كلام لا اله الا الله لن يبقى بينه وبين الجنه الا الموت. تمام، اذا تقول البخاري بدا بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا ان يختم الله سبحانه وتعالى له بالتوحيد. وختم بحديث كلمتان سبعتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. البخاري رحمه الله أراد أن يدعو وما يستطيع، لا يستطيع أن يدعو يكتب، كأن يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كأن يقول يا رب اجعل هذا الكتاب هو أعلى كتاب بعد كتاب عظيم إن شاء الله سبحان الله العظيم. كأنه يريد يحمد الله على النعمة، الله أتم عليه النعمة، كتب هذا الكتاب الصحيح، يريد يحمد الله سبحان الله وبحمده. ختم بهذا الحديث وختم بكتاب التوحيد. إمامنا الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم بهذا، كأنه يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي، وكأنه يقول انتبه يا موحد، يا من درس كتاب التوحيد، مهما توحد ومهما تعمل ومهما تعتقد ومهما تدعو ومهما تفعل لا بد يكون في عملك نقص. صح، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، وما قدر الله حق قدرك، لا حق قدرك، لا تغتر بنفسك، لا تغتر بعملك، كن بين الخوف والرجاء. وكأن يقول لك يا موحد، يا من درس كتاب التوحيد، اتق الله، لا تكن كالكفار، وما قدر الله حق قدرك، يسب رب العالمين بالشرك وأنت موحد. لابد أن تعلم التوحيد، تتعلم التوحيد، تعمل بالتوحيد، تدعو للتوحيد. لابد من إنكار الشرك وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ختم المؤلف بهذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد. وفي بعض النسخ يوجد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.